معكم صحتكم وبركاته. اليوم جينا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة لو خيروك، وياكم شامل العراقي محمود العراقي. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس واللايك. الشيم لو خيروك اطقك بخمس بيضات، لو طق راسك حيل حيل كل مربوطة بالخريطة 15 مرة انا طق لك الراس 15 مرة بالعادة. وبعدين شوف ابو وكمان تعدى على غير النجاح وراح يطلب هشام لو حيلود ايه اعطيك 5 راشديات لا تاكل فلفل 5 راشديات اقطع تضحك وتصبر كمان تعدى على خير النجاح وطلبوا لي الشيء شو راح اسويه عقاب شيء لو خيروك اطقك 15 راجلي كذا قوية لو تاكل لك راس بصل كامل واحد ولا اخ انا اكل بصل هو راح ياكل بصل اكيد يوهو جيب لك اياه كمان ماي عليك عليك خويا ما حام الدوار النار هاكل مصموطة يا اجيب لك مصموطة شيم مصموطة ريد خويا اكله 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 شباب حتفع عند التفاح ابويا مغرب حرام بجيب له مصموطه جيب له الصينيه مال العرس هاي الكبار ايوه حط قدامي ايش قد ما تحط له كيلو بحلقه ما يشيل خلص خلص كمل تعد على غير النجاح كله بصل بس شنو ريحتي لو عيل امي لو عيلوك اعطيك 20 راشتي لو تاكل ما يصير لكن عم فكر عليه ما يدروني ذاك الفيديو ما فكر فيه شيء يقول ميت لو عينك تذب روحك تذب في الشقيح لو اعطيك 10 راشتيات ناخذ 10 راشتيات اكثر راح اشوف تقرايبي 2 3 4 5 6 رقبتي 7 8 9 10 وما تعدى على خير ونجوع بس شيء راح ادام رايك انا بيتك بالسجن الشيء لو خيروك اطقك دفرتين حيل يعني اطقك الدفره اسمتك صمت يا تشتري لي بديف طق لي دفرتين كمل اخويا شيء ما تفهم كمان تعدى على غير النجاح لو تحكي يا اخوي.